ما تتحدث عنه الآن هو نقدر يعني يتم تطبيقه مثلا على موقف الدكتور البردعي؟ يعني هو ما صعبش عليهم حتى لما تم ترشيحه كرئيس لمجلس الوزراء، ما صعبش عليهم، بس هم صعبوا عليه ولا موقف الدكتور البردعي تفسروا بيه؟ يعني أنا أعتقد أن الدكتور محمد البردعي، وأنا ضد يعني الهجوم الجارح عليه، لأن إحنا ممكن نهاجم الدكتور محمد البردعي بأنه لم يحسن إدارة الأزمة ولم يختر التوقيت المناسب لتقديم استقالته، ولو كان يريد تقديم استقالته لقدمها وأصر عليها قبل أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع، بدلا من أن يقدمها في هذا الظرف التاريخي اللي بيعطي به صكوك شرعية للناس اللي موجودين في الشوارع منهم. أنا كنت أتمنى أن الدكتور محمد البردعي يكون أكثر حصافة وأكثر حكمة، لكن في نفس الوقت كمان أنا رافض لغة تخوين محمد البردعي ولغة إقصاء محمد البردعي. يكفيه أنه انتحر سياسيا، يعني يكفيه أنه بقراره بالأمس بإعلان استقالته انتحر سياسيا. لا يجب أن نغفل الرجل دوره الوطني والثوري، ولا يجب أن نلبس الحق بالباطل لمجرد أن الرجل فعل ما لا نريده منه الآن. طيب، فكرة الانتحار السياسي كما وصفت من جانب الدكتور محمد البردعي، هذا الانتحار السياسي كان انتحار سياسي بالنسبة للدكتور محمد البردعي، وفي نفس الوقت كان يعني عندما تم الإعلان عن فكرة استقالته وصيرت مخاوف عديدة جدا، لأن احنا زي ما بنقول هو وجهتنا للغرب. يعني هو حتى عندما تم ترشيحه كرئيس لمجلس الوزراء أو كنائب لرئيس الجمهورية كان الهدف منه هو علاقته بالغرب وتأثيره، وعندما يكون في صفوف المعارضة فده أمر جيد، لكن بفكرة استقالته وكأنه بيؤكد للغرب أنه ما حدث هو يعني جرمة في حق الشعب المصري. الدكتور محمد البردعي قامة محترمة وقامة عظيمة وقامة دولية، بالتأكيد لا اختلاف على ذلك، لكن خلينا نتكلم على أكثر من حقيقة. ينسب للدكتور البردعي الفضل الكبير في إقناع العديد من الأنظمة خلال الفترة الماضية والعديد من المنظمات الدولية بأن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا. ده ينسب لمحمد البردعي، ويجب أن نذكر للرجل ذلك جيدا، وكان هو هذه الواجهة. الآن العالم تخطى هذه المرحلة، حتى في حوار محمد البردعي مع زميلنا الأستاذ شريف عامر هنا في الحياة اليوم قال نفس الحكاية، قال العالم تخطى خلاص فكرة ان هي انقلاب ولا مش انقلاب. صحيح ان ما فعله الدكتور محمد البردعي خاطئ، لكن مصر لا تتوقف عند الدكتور محمد البردعي، واذا لم يكن البردعي موجودا هل كانت مصر ستقف عاجزة على اقناع الناس بما يحدث في مصر؟ هل العالم لا يرى يعني ما يحدث من انتهاكات ومن حرق ومن قتل ومن احيانا محاولات إبادة عنصرية؟ احنا بدأنا نستشعر ان العالم الغربي بيرى ما يريد ان يرى فقط. عندنا خلل في حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا لا نجيد تسويق انفسنا عبر الاعلام او عبر مخاطبة الغرب بما يفهمه وليس بما نفهمه نحن او نقتنع به، ولذلك نحن بنستخدم اللغة التي تصلح للحوار بيننا فيما بيننا وبين أنفسنا، ولا نستخدم لغة المصالح ولغة العالم المتحضر اللي ممكن يفهمها. إزاي بقى في هذه الحالة إيه اللي المفروض يحصل؟ إزاي نقدر نكلمهم زي ما تقول كده ما نكلمش بعض؟ يعني احنا بنكلم بعض لأن غالبا يعني من